protection, c'est ISO 14001, بالنسبة للانفيرونمون، دونك ça n'a rien à voir. بالنسبة ل غنهضر معكم باش كلشي فهمنا، بالنسبة للمحطة ديال المحمدية، les efforts اللي داروا راه حنا عرفناهم، mais on est encore loin des normes. Les rejets directs sont interdits في البحر. Ça c'est incroyable. باقي كنعيشوه. حنا اش كنتمناو منكم؟ كيف ما الناس كلهم واضعين امل كبير في هذه الحكومه لانه تعطوا وعودات اللي ما عمرهم ما شافوهم، اليوم كنتسناو منكم باش تعطيونا برنامج ديال الابجريد ديال هذه المحطه ديال هذه لا سونترال اللي غادي يكون رياليست، ما كنطلبوش منكم شي ابجريد اللي ما يمكنش، عطيونا واقعي اللي غنثقوا فيه واللي غادي ديروه. حنا معروفين كانت مدينتنا كتسمى مدينه الزهور والرياضه الانيقه، التلوث ما كيليق لا مع الزهور لا مع الرياضه. وكيف غنختم كيف ما قال واحد السيد عندنا محمدية معروف مولاي العربي السيد النائب المحترم، انتهى التوقيت.